بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح لكم الرسمة الثانية. تمام، نعمل أول حاجة سنتر لاين. تمام، قال لي عندي دايرة قطرها 43، تمام، وقال لي عندك دايرة نص قطرها 32. تمام، ناخد سنتر بس هنا تاني. قال لي هتعمل دايرة تانية تبعد من السنتر ده 43، باخد امر اوفست بكتب 43. تمام، وقال لي في دايرة تانية على بعد 50 من السنتر ده، تمام، باخد بعد كده امر سيركل. تمام، بدوس هنا كده، بدخل ان قطر الدايرة كام؟ 13. تمام، قطر الدايرة كام؟ 13. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح لكم الرسمة الثانية. تمام، نعمل أول حاجة سنتر لاين. تمام، قال لي عندي دايرة قطرها 43، تمام، وقال لي عندك دايرة نص قطرها 32. تمام، ناخد سنتر بس هنا تاني. قال لي هتعمل دايرة تانية تبعد من السنتر ده 43، باخد امر اوفست بكتب 43. تمام، وقال لي في دايرة تانية على بعد 50 من السنتر ده، تمام، باخد بعد كده امر سيركل. تمام، بدوس هنا كده، بدخل ان قطر الدايره كام؟ 13. تمام، قطر الدايره كام؟ 13. تمام، امر سيركل 13. تمام، وقال لي ان هنا في دايرة برضو قطرها 26، دايرة قطرها 26، باخد امر سيركل واجي هنا بكتب 26. تمام، باجي ناخد امر لاين، بمس الدايرة من فوق وامشي بيه مثلا لغاية هنا كده. تمام، باجي هنا باخد امر تريم وامسح دي كده. تمام، قال لي ان هنا هيبقى في زاوية 21 ما بين الخطين، باجي بستخدم امر فيلت، بدوس على كلمة راديوس، بكتب 21. تمام، وبمس الخطين ببعض، الدايرة والخط مع بعض. تمام، باجي اخد امر ميرور
عامل ميرور، بحدد اللي انا عايزه تمام، بكده بحدد الاكس الواي بتوعي، بكده بقول له نو تمام. بعد كده باخد امر تريم تمام، بمسح بالجزء ده والجزء ده. بعد كده اخد امر لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعد كده امر تريم باخد بعد كده امر تريم، كده مسحت بيه الجزء ده والجزء ده تمام. باجي برضو اخد امر تريم هنا برضو في الحته دي كده، الحته دي خلصت تمام. ننتقل بقى للجزء المماس اللي هو من تحت تمام. باجي هنا في الاسناب، بقفل كل حاجه في الاسناب بعد تانجنت بس هي بشغلها، واخد امر لاين من هنا لهنا، وكده برجع افعل الاسناد تاني زي ما انا عاوز تمام. اصغر بس الستر لاين ده تمام كده. نيجي بقى للجزء اللي هو اللي هنا فوق ده، الجزء اللي من فوق. قال لي بالنسبة للدوائر اللي من فوق عندك دايرة، عندك دايرة سنتر لاين نص قطرها 50. باجي هنا اخد سنتر راديوس 50 كده، ضفت اخترت سنتر راديوس 50 تمام. بالنسبة بعد كده الدوائر دي قال لي انها بتبعد من الحتة دي على الخط ده مسافة 31 تمام. مسافة كام؟ 31. باجي هنا كده في الدايمنشن، باخد دايمنشن المايل، باجي اقف هنا كده واتمشى هنا كده تمام. قال لي كام؟ 31. واحد كام؟ و30 تمام. بطلع بيها كده تمام. باجي بقى في الحتة دي بمد فيها خط، باجي في الحتة دي بمد فيها خط تمام لغاية هنا كده تمام. وباجي هنا باجي قال لي على مسافة 39 من الخط ده الخط هنا، بعمل خط تاني تمام. باجي برضو هنا على مسافة 39 تمام، بطلع بيها كده. باجي من هنا باخد امر لاين، بغير الخط بخليه سنتر 2، واجي من هنا باخد امر لاين لغاية الحتة دي تمام، وابتدي امسح ده كده تمام. ابتدي بقى ان انا هطول الخط بتاعي ده كده شوية لفوق تمام، عشان أقدر أرسم الدوائر. عندك قال لي هنا عندك دايرة نص قطرها 11 ودايرة نص قطرها 4.5. باجي هنا بقول له 11 انتر كام؟ 4.5 تمام. كذلك برضو هنا حداشر برضو 4.5 تمام. اجي اخد سنتر دايرة من هنا بحيث انها تمس الدايرة دي تمام، ومستها فعلا تمام. وكذلك من هنا برضو
تمام. باجي اخد امر تريم، ابتدي انضف انضف بقى ده كله، تمام تمام كده. ده كده الرسمه دي الحته اللي فوق دي كده انتهت، تمام. باجي بعد كده قال لي هنا، هنا هيبقى فيه، هنا هيبقى فيه دايرة مقاسية نص نص قطر 11. باخد أمر فيلت برضو، تمام. بكتب بعد أبول راديوس 11، تمام، ما بين هنا وهنا، تمام. باخد أمر إكستند من هنا، تمام. بالنسبة للحتة دي احنا ممكن برضو نعملها تمام. دي جت معايا باكستنت، تمام كده. باجي بعد كده اجي ارسم الماس ده، باجي عند السناب بخلي امر تانجنت بس اللي شغال، واجي من هنا كده لغاية هنا كده بس. دي بالنسبة للرسمة، دي بالنسبة للرسمة التانية.